برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين مع حضراتكم في جولتنا من داخل معرض الكتاب. الحقيقة معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي وبشهادة الجميع يمكن تكون دورة استثنائية إلى حد بعيد، إقبال كبير جدا. قلت لحضراتكم من خلال يعني 9 أيام أو أقل كمان كان في أكتر من 2.5 مليون، ولسه بكرة إن شاء الله الختام، يعني لسه في ناس كتير، واحنا دايما المصريين كمان بنستنى لاخر وقت. فانا يعني متوقعه ان بكره والنهارده هيبقى فيه عدد كبير جدا من الزائرين. النهارده بقى هنركز على الجانب الشعري. الحقيقه يمكن في ناس كتير عاشقه للشعر، سواء كان بقى الشعر اللي بيقروا بالفصحى او باللغه العاميه. هنتكلم النهارده ونحاول نلقي الضوء على هذا الملف او الشعر من خلال بعض الدواوين. بيشرفنا في الاستوديو الشاعر الطبيب عصام خليفه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. وصباح الخير. والشاعر الاستاذ المحامي صح كده مؤمن عز الدين، اهلا بحضرتك وصباح الخير. اهلا بحضرتك، صباح الخير. خليني ابدا مع الطبيب. جراحه قلب يعني موضوع صعب جدا جدا انك تكون بتكتب شعر في نفس الوقت، البدايه كانت منين؟ هي مش علاقة صداقة، هي البداية طبعا ما قبل الجراحة، لأن القصيدة أكيد بتتجاوز، الموهبة دايما بتتجاوز وبتكون أكثر تأثيرا من المهنة. لأن هي بتولد مع الإنسان، بيدخل يعني مين اللي أقرب لك؟ أقول لحضرتك الشاعر ولا أقول لحضرتك الدكتور؟ تعريف الشاعر هو الأقرب طبعا، ما فيش كلام، لأن هو الأقدم وهو الأكثر عمقا في التكوين وهو الأكثر تميزا. البداية كانت إمتى بقى؟ ده من يعني أنا تعلمت كتابة القصيدة من بداية الكتابة أصلا، يعني من اول ما بدات طفل اكتب يعني البدايه بدات اعبر. لكن طبعا النضج الفكري يعني او القصيده مكتمله الادوات كان عمري 15 سنه تقريبا، اللي هي اقدر اصنفها او اعرفها عمل قصائدي. طيب اروح اعرف برضو البدايه من الاستاذ مؤمن عز الدين. برضو من الكلام المحاماه يمكن محتاجه طلاقه، محتاجه برضو نوع من انواع الثقافه اللفظيه الى حد كبير، ففي توافق. بس امتى بدات موضوع كتابه الشعر؟ لا، بدات موضوع الكتابه من بدري، من المرحله الابتدائيه برضو. وكان ليا برضو مجموعة خواطر كبيرة موجودة عندي محتفظ بيها لحد دلوقتي. لكن قررت امتى ان انت انا هاخد قرار لا انا كتابتي كويسة هبتدي اعمل دواوين؟ لما ابتديت اتعلم، صح، لما ابتديت اتعلم العروض واوزان الشعر. ده كان في مرحلة سن قد ايه؟ اللغويات كنت في تانية ثانوي. تانية ثانوي اول قصيدة عمودية مظبوطة بالظبط كتبتها كانت في تانية ثانوي. طيب ارجع حضرتك بقى للدكتور الشاعر، خلاص بقى نسيب الدكتور بقى والشاعر عصام خليفه. حضرتك فزت في مسابقه امير الشعراء، فزت بالمركز الثاني. انا من عاشقي احمد شوقي الحقيقه، يعني عندي وله باحمد شوقي. خلينا نتكلم على هذه المسابقه، المشاركه كانت فيها ازاي فزت بالمركز الثاني؟ هي تجربه امير الشعراء انا بشوفها هي تجربه ناجحه جدا في اداره الثقافه. هي تجربة فريدة، هو كان رجل فريد من نوعه الحقيقة. أنا حقيقي. هي أقيمت في الإمارات، بتقوم بها هيئة الثقافة في الإمارات. وبيتم اختيار عدد ضخم جدا من الشعراء بيتقدموا من كل العالم. بيتم تصفيتهم لعشرين شاعر، والعشرين شاعر بيتم التصفية لخمس شعراء، وبعد كده الخمسة دول بيتم ترتيبهم. فهي طبعا مسابقة بتعتمد على بتختبر كل الاشياء، يعني بلاغه القصيده. اي قصيده من القصائد اللي حضرتك القيتها في هذه المسابقه في اي من المراحل؟ هو المسابقه استغرقت تقريبا 6 شهور، لكن انا ممكن اقول حاجه قصيده من القصائد اللي كانت في احدى المراحل. أيوة. علاقه عطريه الملامح. اتفضل. هستخدم المايك بقى بتاع القصائد. يسمو من القاروره الصماء متشبثا بأنامل الحسناء، عن العطر أتحدث. يسمو من القارورة السماء متشبثا بأنامل الحسناء، قنينة باتت تجمل سجنه بخديعة الألوان والأسماء. جاءت مليحته تفض غطاءها، فأحال صمت زجاجها لغنائي. واستنشق الدنيا بلهفة عاشق أمسى يراقص بهجة الأجواء. أنهى بجرأته تردد خطوها، إذ أقبلت تمشي على استحيائي. شهقت لتمنحه الحياة بصدرها، فالعطر لا يحيا بغير نسائي. يا عزلة العطر السجين تبعثري، لأشم عبرك
ذكريات شقائي. في ثلج تورنتو أجمد غربتي لأذيبها في النيل والصحراء. ما عدت أخشى في لقاء حبيبتي من غربة أخرى تود لقائي. سأفوح في الأجواء حين تضمني مسكا وقافية وحلم بقائي. فلتنزع مني أناقة علبتي ولتمنحوني لمسة السمراء. حلو حلو قوي الحقيقه. طيب اروح لاستاذ عصام. استاذ مؤمن. استاذ مؤمن زي ما قلنا كده البلاغه اكيد في المحاماه، وبدات الرسمي في منطقه في ثانوي. نوعيه الكتابه او الشعر ايه الاقرب الى قلبك؟ وعايزين برضو نسمع نموذج كده عشان نقدم حضرتك للساده المشاهدين. الاقرب لقلبي طبعا الفصحى. الفصحى عندي ديوانين فصحى وعندي ديوان عاميه، بس الأقرب لقلبي الفصحى أكيد يعني. طب سمعنا حاجة. أنا أعشق الشعر الفصحى. في ذلك الليل الطويل عناؤه تدنو إلى فنجان قهوتها المعتق بالحنين إليه، فتبوح ذكراها وترتشف اشتياقا للحديث بنظرة عبرت حدود الحب من شفتيه. تشتاق دوما للكلام وللغرام وللدلال وللحوار العاشقي إذا يمد جناحه حتى الصباح. تتذكر الأيام والأحلام والأوهام حتى كل وعد قيل في يوم لها قد ضاع بين قصيدة أو بين عاصفة الرياح. وطيورها الولهى تهج من الدفاتر حيث سجلت اعترافا للجراح بكونها ملكت قلوبا ما لها في العشق أي جريمة إلا الوفاء. غير الحنين وبعض أحلام تصير مع الحياة بحار دمع وابتلاء. فالحب آمال وبعض مواجع، من كان يوما مؤمنا بظلامه هيهات ينفعه البكاء. هي محض ذكرى تستبيح مشاعرا حيرة، تفتش في الجراح عن الحنين، تطل عبر نوافذ الأحلام تلقى الذكريات. كم من حبيب صادق يفدي القلوب بعمره في العشق مات. كم من فتاة كان مقصدها الغرام وحين أوقعها الهوى صارت فتات. كم من شفاه قبلت كف المشاعر كي تكف عن الحنين. كم من ليال دون أي تحفظ قتلت طموح الساهرين. كم من وسائد قد تضم بكل فجر دمعة القلب الحزين. كم من روي في القصيد من الهوى أهوى ببوح مواجع لا تستكين. والليل ناي لحنه ذكرى تذف الشوق أحزانا إلى حد المدى. وقصائد العشاق والأشعار والألحان بعد فراقهم صارت صدى. ونهاية القصص البريئة ضرب أحزان فكيف بنبتدى. هي محض ذكرى تبكي تجعل القلب المسجى بين أحضان السراب تبوح تصرخ بالسكوت. ذكرى توحد مرنا تسري بأوردة الغرام بسمها حتى تموت. شكرا. الله الله، يعني متعة. أرجع لحضرتك مرة تانية دكتور، يعني الأستاذ عصام بقى خليه الشاعر عصام. عند حضرتك كم ديوان لغايه دلوقتي صدر؟ قد ايه باللغه العربيه الفصحى وقد ايه ولا حضرتك بتكتب؟ انا ليا 5 اصدارات بالفصحى، 5 وديوان إصدارات. بالعاميه وديوان بالاسبانيه. بالاسبانيه ترجم. ده تمت الترجمه بتاعته. ده في مهرجان الشعر العالمي في امريكا اللاتينيه اللي بيقام في كوستاريكا عام 22. دعيت هذا المهرجان لامثل الشعر العربي، وتم ترجمه احدى دواوين اللغه الاسبانيه. ترجمته مترجمه مصريه الدكتوره عبير عبد الحافظ، وهي مترجمه مجيده جدا من المعدودات في العالم يعني. وكانت تجربه الحقيقه ثريه جدا. حب الشعب. طب ما تحكي لنا على هذه التجربه المختلفه. هو دايما انا لما برصد اي تجربه ادبيه او ثقافيه بيهمني جدا الجمهور، هو اقباله على الفكره وتفاعله مع الفكره. فالحقيقه جمهور امريكا اللاتينيه هو جمهور ثري جدا، بيشبهنا في ملامحه سواء الاقتصاديه او الثقافيه، لكن هو بيتميز ان هو تفاعله مع القصيده اكبر. يعني احنا في خلال اسبوعين في سان خوسيه عاصمه كوستاريكا، وكانت الدعوه من جامعه سان خوسيه،
عملنا 12 قراءة شعرية. ال 12 قراءة كان عدد الحاضرين في المسارح والجامعات والفنادق. بس الشعر مش من الحاجات الصعبة تذوقها بالترجمة يعني، أصل دي مش قادرة أفهمها، يعني إن أنا أسمع حاجة بلغة أنا مش فاهماها وفي نفس الوقت بسمع ترجمة للمعنى بس مش واخدة السياق الشعري. هو هما كانوا القصيدة كان بيتم الدبلجة باللغة الإسبانية، يعني كان حد بيقراها بالإسباني حقيقة. وأنا بقراها بعضه بالعربي. هما سامعين الشعر وفي نفس الوقت هما متخيلين المعنى، أو فيبقى في شاشة بلاي باك بيقروا على الشاشة، لأن هما محبين للشعر جدا فكان المشهد بالنسبة لهم ممتع. من المؤكد القصيدة لما بتترجم بتفقد الموسيقى، وده مشهد مهم قوي وبيتبقى المعنى. عشان كده النماذج اللي كانت بتترجم احنا كنا بننقي النماذج اللي فيها المعنى واضح، اللي فيها فكرة، بحيث لو فقدت موسيقاها يبقى في وزن المعنى هو الأبقى في هذه النماذج. فالتفاعل مع المعنى كان قوي، وكانوا بيستمتعوا بالموسيقى من إلقائنا العربي، يعني هم كانوا بيصروا، يعني أنا كنت بقول نكتفي بالدوبلاج إن المترجمة تقرأ باللغة الإسبانية، كانوا بيصروا يسمعوا القصيدة مننا طبعا عشان الإيقاع بتاعها. عشان الإيقاع بالظبط. بالتأكيد تجربة مهمة، وإحنا نرجع لحضرتك في مشروع مهم حضرتك بتعمل عليه خاص بالثقافة. ومرة تانية الأستاذ مؤمن، خلينا نكتب برضو نعرف إيه أهم إصداراتك، كم ديوان فصحى وكم عامي، وأهم الإصدارات الموجودة بالفعل في معرض الكتاب. عندي بردية العراف في المعرض الطبعة الرابعة، وذات العناق الطبعة الثالثة، ومجرد حلم عامية الطبعة الثانية. مجرد حلم. مجرد حلم. طيب من كلام الأستاذ عصام كان بيقول لنا على أهم حاجة الإقبال بتاع الجمهور، وده طبعا في أي نوع من أنواع الفنون أو أي شيء رقم واحد لازم يكون في الحسبان إقبال الجمهور. طبعا في رسالة بس في نفس الوقت لازم يبقى عليها إقبال عشان تلاقي المتلقي. شايف الإقبال بتاع الجمهور أكتر بيبقى على العامي ولا الفصحى؟ وخصوصا الشريحة الشباب، يعني أنا يمكن سؤال عارفة أجابته إلى حد ما بس أتمنى تكون مختلفة يعني. لا هقول لحضرتك على حاجة، يمكن بالنسبة ليا وبالنسبة للدكتور عصام إحنا عملنا سلسلة أمسيات وندوات، كنا بنقعد نقول شعر فصحى بس بالساعتين. دكتور عصام دايما بيعمل أمسيات في دار الأوبرا المصرية، المسرح الصغير، المسرح بيبقى كومبليت من أول دقيقة لآخر دقيقة، وكان بيقول شعر فصحى بس، كان بيقدمني مع المسرح مرة واثنين وثلاثة. دي حاجة عظيمة والله، فرحتوني، أنا كنتش متخيلة خالص طبعًا إن فيه. أستاذ فاروق بيعمل أمسيات في الأوبرا. الشريحة العمرية بيبقى فيه الشريحة العمرية للشباب اللي هم الصغيرين، ولا بتبقى الشريحة العمرية يعني للشباب اللي زينا؟ أقول لحضرتك على حاجة، يمكن كان في تجربة جميلة دكتور عصام عملها في بعض الأكاديميات يعني العلمية، ورحنا عملنا أمسية هناك، وكان قاعد قصادنا عدد كبير جدا كلهم شباب في تانية وتالتة جامعة، الذائقة بخير يعني، أو كانوا حابين الفصحى جدا، وكنا بنقول بالعكس احنا لقينا في منهم مواهب الدكتور عصام قدمهم، وبعدين اتواصلنا معاهم بعد كده، لأن أنا برضو في نشاط شبابي كده صغير عامله سلسلة دورات تدريبية لتعليم أساسيات اللغة، الأخطاء العروضية والإملائية بنعملها في إحدى المكتبات، وبجيب دكاترة متخصصين في الجامعة هم اللي بيشرحوا مش أنا يعني. طيب. فبنلاقي إقبال كبير من الشباب على ده، لسه بخير يعني. هنرجع لحضرتك مرة تانية، لكن نروح دكتور عصام نسمع بقى الأول برضو نموذج شعري آخر، وبعد كده نسأل حضرتك بقى على مشروعك الثقافي اللي بتعمل عليه حاليا. ممكن نقول لأنك ثور أليف، نقول إحدى قصائد التي كتبت أو اللي قلناها في كوستاريكا اللي ترجمت للإسبانية. بس بشكل سريع عشان بيقولوا فاضل دقيقتين. طب لو فاضل دقيقتين يبقى هنتنازل عن القصيدة والناس تشوفها على اليوتيوب، وهتكلم في المشروع الثقافي أهم. طيب خلاص، لأن أوكي. هو أهم أوكي. لأن أنا بشوف إن الذائقة العربية، ودي حتى مهمة جدا بخير، إحنا دايما نتهم ذائقة الجمهور بأنه سطحي وأنه بيتجه لأغاني المهرجانات وأغاني، أنا مش ضد أي فن على ساحة على فكرة، مش برفض حتى أغاني المهرجانات، ممكن الناس تندهش من ده، لكن نفس الجمهور اللي ممكن يسمع ده احنا نقدر ننافس يبقى عنده ذائقة أخرى شغالة، عنده ذائقة أخرى بالظبط كده حقيقة. وده بيحصل في الأمسيات، لما بنحب الملح وبنحب السكر احنا عايزين يبقى عندنا الاثنين بالظبط. فأنا بحسها في تفاعل الجمهور فعلا، زي ما قال الصديق مؤمن في دار الأوبرا عدد كبير، يعني آخر أمسية كان عندنا مشكلة حقيقية في العدد الأمسيات اللي بتنظمها إدارة النشاط الثقافي، معظم الأمسيات بتبقى فصحى، بنعمل مزيج بين الشعر والموسيقى، بيبقى معايا عمرو سليم عازف البيانو الشهير طبعا. الذائقة بخير، وده باين في معرض الكتاب،
مش عايزين نجلد نفسنا، مش عايزين نتهم الذائقة. الكلام ده أهم من القصيدة اللي أنا هقولها، قصيدي هتلاقوها في كل مكان، لكن الجملة دي مهمة قوي. احنا بنمتلك ذائقة رائعة والله العظيم. حقيقي والله. هحط بقى كمان إضافة، جيل بقى الشباب، مش اللي زيي طبعا، اللي أصغر مني بعشرين سنة، كلنا شباب يا فندم. الجيل اللي طالع ده هو أفضل كثير جدا من جيلي فعلا جدا. إيه وجه الأفضلية؟ الرقمنة، الحياة الديجيتال ادته مساحة شديدة جدا من الحصول على العلم والتعلم والتعبير. فده طبعا عمل حراك، بعضه حقيقي وبعضه غير حقيقي. بس الرقمنة بتحمل اتنين، ان انا ممكن اطلع على ما هو ليس له فائدة، وممكن اطلع يبقى عندي حصيلة لغوية ومعرفية مختلفة، فهم بيتم استخدامها في أي اتجاه. الحرية تنتخب الأفضل، الرقمنة منحت الحرية في الحصول على المعلومة والتعبير، بعضهم غير حقيقي وبعضهم حقيقي، لكن في النهاية الأفضل هو اللي بيبقى، أو الأفضل هو اللي بيبزغ ويبرز. فده مشهد هام جدا. أنا بشوف، أنا متفائل جدا كمان لمستقبل القصيدة العربية على أيدي هؤلاء الشباب. طيب أستاذ مؤمن متفائل؟ جدا. سريعا بقى في كلمتين. جدا، لأن في مجموعة شباب كبيرة جدا، زمايلي أصغر مني، في أصغر مني أنا بكتير بيكتبوا فصحى أفضل مني، وفي شباب زي بنعمل أمسيات كتير في كتير من المكتبات، و90% من زمايلي مشاركين بدواوين فصحى في معرض الكتاب، وكلهم بيكتبوا صح، وكلنا بنروح للندوات، بنسافر جميع المحافظات عشان نحضر أمسيات ونحضر دورات تدريبية، وبنعمل احنا دورات تدريبية وبنجيب أساتذة يدرسونا. يعني في أمل والله العظيم. أنا سعيدة جدا بوجودكم معايا، غيرتوا وجدنا. مش أمل، طب دي حقيقة، دي حاجة عظيمة جدا. كل الشكر الدكتور عصام خليفة، استشاري جراحة القلب والشاعر أولا بالتأكيد. كل الشكر على وجود حضرتك معنا النهاردة، وكل الشكر للأستاذ مؤمن عز الدين الشاعر والمحامي بالتأكيد، برضو شرفتونا. كان نفسنا نتمتع الحقيقة بأكتر من الشعر، لكن بالتأكيد استفدنا بشكل كبير جدا من هذا اللقاء. شكرا لحضرتك، شكرا لوجود حضرتك معنا.